هاي المدرسة، وأنا حاسة يعني إنه تغير كتير ملحوظ بحياتهم الحمد لله، وبدرسوا وبستفيدوا من هاي، وأنا حاسة يعني الاستفادة واضحة مبين عليهم. صار عندنا فكرة ونعمل مدرسة عندنا في مدينة طولكرم من أجل نخفف المعاناة على الأهالي من يعني تودية أبنائهم من المدينة لمدن أخرى وبتغلبوا في المواصلات. فأجتنا هاي الفكرة وبلشنا نشتغل على موضوع إنه نقوم بإنشاء مدرسة، والحمد لله تم النجاح وإنشأنا مدرسة المكوفية. الهدف المهم اللي تعبنا يعني اشتغلنا يعني سنين طويلة، يعني مش شغلتها يوم يومين شهر، لحتى قدرنا نحصل على ترخيص لنفتتح مدرسة للمكفوفين بمحافظة طولكرم، لحتى يقدر انه جميع المكفوفين انهم يجوا يدرسوا بمحافظتهم. الهدف الاول كان انه يحس المكفوف مثله مثل صاحبه، مثله مثل جاره، مثل اخوه، انه يروح على المدرسة ويروح. طبعا لها دور كبير في انها بتوفر للطلاب انهم يتعلموا بريل، يتعلموا بريل او الناطق على الكمبيوتر، ياخذوا مناهجهم بهاي اللغه يعني، حتى يتم دمجهم في المراحل المتقدمه من المدرسه مع صفوف الطلاب العاديه في المدارس العاديه. أسرني طبعاً افتتاح مدرسة المكوفين، طبعاً خطوة جداً إيجابية وجداً هامة في طريق إنه يعني محو الأمية من المكوفين، خاصة الطلاب الأطفال الصغار المرحلة الأساسية من صف أول صف رابع، حتى يتقنوا وتعلموا نظام بريل، حتى يعرفوا شو هو العلم، شو الحياة، يعرفوا يتفرجوا في العالم الخارجي. طبعاً هاي الخطوة إحنا تعبنا وبذلنا جهود جبارة من أجل فتح هذا الصرح التعليمي. الحمد لله غير حياته كامل، يعني راسا على عقب، يعني كان كل حياته ملل وزهق، وعن كل بدي اطلع بس انا اولاد عمام طيرتهم من المدرسه انه يغير جو معهم. فالحمد لله نفسيته ارتاحت واحنا نفسيتنا تغيرت، حياته تغيرت يعني للاحسن.